مثلا قيل انه ما فيش واحد من الازهر قام بعملية ارهابية، او انه ما فيش حد ازهري ارهابي. هو احنا قلنا انه الازهر مؤسسة تعليمية محلية ولا قلنا انها عالمية؟ قلنا انها عالمية، وقلنا انه مسؤول عن تجلية التراث والدراسة المتعمقة فيه وتقديمه للجماهير والثقافة. إذن الأزهر النهاردة مسؤول عن كل كتاب، كل كتاب موجود على الأرصفة وفي الكشاك وفي المكتبات، وكل كتاب بتطبعه مطبعة أو يطبعه ناشر، يحمل بين طياته قتلا ويقال عليه شريعة، يحمل بين طياته كرها ويقال عنه فقه. هذا الكلام يعني العيال اللي عملت الموضوع بتاع الطريق الدائري ده، دول بيعملوها بسم الله. هذا الكلام ألا يدل على واجب كان من المتوجب على الأزهر أن يرعيه؟ كثرة الإلحاد في بلدنا، ولا ما حصلش فيه إلحاد في بلدنا؟ في انتشر دلوقتي وبدأ يزحف الإلحاد في بلدنا. هذا الإلحاد مش بيدل على فراغ في واجب الأزهر المنوط به والمسؤوليه الملقاه على عاتقه؟ الاخوان المسلمين، وما ادراك ما الاخوان، او كلنا عارفين الاخوان المسلمين، مش دول فصيل بيؤكد ان هناك فراغ في مهمه الازهر؟ الجماعه السلفيه، الراجل بتاع اسكندريه اللي قاعد ما تسلموش على المسيحي، ما تعيدوش عليه، ما مش عارف ايه، هذا الكلام. بس الازهر يواجه هذه الفتاوى. هذا الكلام كويس. طيب يعني ما هو لازم مين اتفضل. هذا الكلام انا عارف كويس قوي، انا جاي هنا وعارف كويس قوي انه قناه دريم بتحب الازهر، بس انا اكثر حبا للازهر منها. انا اكثر حبا حب الازهر ليس تهمه يعني. انا اكثر حبا للازهر منها. طيب. وانا كل اللي انا اتعلمته في حياتي اتعلمته من ازاهره ومن كتب الازهر، وما اقدرش انكر هذا، وعيب ان انا انكر هذا. لكن اكيد زاويه الفكر او زاويه النظر تختلف. يعني انا ما اقدرش اقول انه الازهر غير مسؤول اطلاقا عن اي قتل واي فقه كراهيه واي فقه عنصريه. يعني مين اللي علمني انا، او علم سيادتك، او علم الدكتور، او علم اي حد من اللي سمعني ان هناك سبي نساء في الحروب؟ هل هناك اله يقول اسبي المراه وتقوم بوطئها علشان خاطر انت دخلت بالعسكري بتاعك؟ فانهي رب وانهي دين؟ هذا الكلام عرفناه منين؟ عايز اعرف. في رب في الدنيا قال انه طيب نقتل المرتد؟ انت كده انت كده بترجع تاني. انت ضد الرب ولا ضد الازهر؟ انا مش ضد الازهر، ضد الرب. مش ضد الازهر، ضد الرب. انا ضد عدم يعني منع تطوير الازهر. الازهر يا سيدي اول قانون صدر لي صدر سنه 1911. طيب. بعد 950 سنه ما زلت اكرر السؤال، بعد انت 950 ضد الرب سنة ام ضد الازهر؟ ضد الرب ام ضد الازهر؟ انا لو سمحت، انت هتقول الرب، هقول لك فين الدليل. لو سمحت، قول الرب، هقول لك فين الدليل. اما اكمل كلامي، ما هو ما ترميش القنبله. بس اكمل كلامي، مش اسال يا كلام خطير اللي انت بتقوله قدام الناس. طيب بس هو اللي بيؤدي القضيه. مش عايز اعيد انتاج الحديث عن المناهج الازهريه. ماشي، انت خلاص، احنا عدينا الموضوع ده دلوقتي احنا ناقشنا ده كتير. قوانين تطوير الازهر سنه 1911، ثم تلاها 1923، يعني بعدها ب 11 سنه، ثم تلاها 1930، يعني بعدها بسبع سنوات، ثم تلاها القانون اللي احنا بصدده 103 سنه 61 اللي عمله جمال عبد الناصر. وعلى فكره اللي حضروا او اللي كانوا بالغين ايام ما حضر هذا ايام ما صدر هذا القانون، قالوا ان جمال عبد الناصر ده اصله شيوعي ماشي مع الاتحاد السوفيتي وعايز يفرغ الازهر من مضمونه، وعشان كده دخل كليات الهندسه وكليات الطب. طيب. وكليات خلينا الزراعة. خلينا فيما هو